بسم الله الرحمن الرحيم. تم تسجيل هذا المشروع ونذهب إلى وصف المشروع. دعني أو طبعا التسجيل تم عن طريق شركة مكة سمارت الاستثمارية، وأيضا سوف يكون هذا المشروع في عدد الانطلاقة لمجلة جاك، وهو المسابقة التي ستفتح آلاف المسابقات في هذا المشروع لمهرجان. ففي التسابق هنا تورنمنت يعني تصفيات، يعني زي تصفيات كأس العالم. فباينير تورنمنت طبعا موجودة على النت من خلال يعني على جوجل تكتب باينير دات اب على طول توصل للباينير تورنمنت. فالمسابقة والتسابق بدأ اليوم وباقي يومين حتى تقفل المرحلة الأولى، فهي أربع مراحل. فهنا مرحلة أول مرحلة لازم نكملها، طبعا ناقص هنا اللي هي الأسبوع الأول أو العمل اللي انتهى في الأسبوع الأول، ولا المفروض جدولة الأسبوع الثاني. هنا باقي لنا يومين، اليوم نسوي تجربة على الأسئلة وكذا، وبعدين الأسبوع الثاني نفس الشيء، الأسبوع الثالث والرابع، يعني بنهاية الأسبوع الرابع تنتهي المسابقة أربع ساعات. الآن نشوف إيش عملنا من ناحية وصف العمل. طبعا هنا مهرجان في ناس يجوا، قد يكون من مصر فرق، قد يكون هي في المهرجان حيتقدم ممثلين مغنيين، قد يكون أعدادهم 4000 اللي يشاركوا على المسرح، يعني لسه ما تحدد، بس هذه الفكرة. قد يكون تشارك كل الدول، عالمي طبعا، قد يكون في شيء باللغة العربية وفي شيء باللغة الإنجليزية، ممكن يعني مهرجان بالإنجليزي ومهرجان بالعربي، ممكن بالفرنسي، ممكن يعني أثناء المهرجان اللي عنده نفس هذا بالفرنسي بالروسي مسرح غنائي. شيء تاني قالت after all مع هذا كله أنا أو لذلك أو ولأني، يعني قالت أنا عايزة أو عندي الفكرة دي، فذكرت سبب إنه ما حد سبقها الفكرة دي، وكمان هي متخصصة ومسجلة في نقابة المغنيين. طبعا ممكن تسجيلها له عشرات السنين، 10 سنين أو 15 سنة، فهي عندها خبرة في الموضوع. فأكتفي بهذا القدر ونلقاكم في البث المباشر غدا إن شاء الله. هذا سأتركه في البث المباشر في القناة نفسها اللي هي الآن بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا. الآن نحن على التليجرام، وهذه قناة المشروع،
جين دانسينج. طبعا في قنوات أخرى زي مثلج، ثقافة التعليم، فكل هذه القنوات مشاركة. يعني مثلا لو حبت هذه القناة يكون عندها بث مباشر إن شاء الله يوميا الساعة 7 ما عدا يوم الخميس، فيوميا في بث مباشر الساعة 7 من هذه القناة اللي هي جين دانسينج، عشان هذه القناة سوف يعني تعتبر مشروع كبير جدا لاستضافة الفنانين والهواة الذين سيشاركون في مهرجان ضخم جدا، وممكن يكون في عام 2023. فكل شخص يريد أن يشارك في جين دانسينج يعني ممكن يكون في تسجيل وإعطاء نص غنائي ثم يشارك، يعني يتدرب ويشارك. ممكن التدريب لمدة أسبوع بث مباشر. طبعا عندنا نحن 6 أشهر انتهي التدريب والتسجيل، خلال 6 أشهر ممكن 4000 أو أكثر أو أقل، يعني تفتح 4000 قناة. فعندنا هنا القنوات هذه، مثلا الآن نجرب لو دخلنا على هذه القناة وجدنا هنا القناة هذه مشاركة، كان فيه بث يعني موجود، نقول ليف، فهنا هذه الآن القناة اللي هي ثقافة التعليم، لو عايزين نبث نرجع لنفس القناة ناخذ معلومات عنها. برضو نحن ناخذكم جولة على حتى مكة سمارت وكذا في اليوتيوب، وعندنا قنوات في اليوتيوب. هذا قناة اليوتيوب مكة سمارت، هذه الفيديوهات، هذا تقريبا كان اجتماع يوم الجمعة. طبعا أول واحد في الفريق شريف المهندس شريف. نشوف الآن نبدأ نحاول نوصل للغناء. في تعد الآن تبدأ راني علي. أول شيء ما في فريق اس ار وهقول حاجة كده اس ار سليمان. ايوه اس ار ايه
كان هذا اجتماع في جراند هوتيل يوم الجمعة. جراند بيرميتس هوتيل. كل جمعة إن شاء الله الاجتماع في الخيمة جراند بيرميتس هوتيل. سمينا هذا سيت داون كوميدي. معانا الصور هذه كل اللي في الصور. الكاتبة والمخرجة سما المصري والكاتب سليمان كابو والمخرج وحيد حافظ والمهندس شريف عمه صديقة عمه اللي راحوا فاتوني الصبر طيب يا عيوني اللي راحوا فاتوني هيجي يوم يفتكروني ده انا اللي ببعتني يا ترى مين هيضم الولد انا اللي ببعتني يا ترى مين هيضم الولد يا قاعدين على القهاوي تشربوا شاي ولا كاكاوي يا قاعدين على القهاوي تشربوا شاي ولا كاكاوي يا ترى مين على فرق انا ناوي انا اللي ببعت يا ترى مين يا ترى مين هيضم الولد انا اللي ببعت يا ترى مين نكتفي بهذا القدر.